انت مساعدات تعاون اثرية خليها على تابوس خليها اسمع تابوس مرات معي مرات سكر أنثروا القمح على رؤوس الجبال لكي لا يقال جاء طير في بلاد المسلمين. آه لو تدري يا عمر من جاء اليوم في بلاد المسلمين. آه لو تدري يا عمر من جاء اليوم في بلاد المسلمين. يا أمة محمد سوف تسألون عما يجري في شمال قطاع غزة. الوضع اليوم كارثي هناك. أطفال يموتون جوعا في ظل شح المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. أهالي شمال قطاع غزة يضطرون لاستخدام أعلاف الحيوانات حتى لا يموتون جوعا. حقا كلمة مجاعة حق لا تكفي لوصف الوضع هناك. وتناولهم أطعمة منتهية الصلاحية. أغيث إخوانكم في شمال قطاع غزة ولو بدعائكم منشوراتكم لإخوانكم هناك. اللهم إنا لا نسألك لغزة إلا الدعاء، فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ونصرا عاجلا لإخواننا في غزة. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ونصرا عاجلا لإخواننا في غزة. لا حاجة تخش شمال غزة بالمرة، لا بندورة ولا بطاطا ولا عندنا مدة وإحنا ما ذقنا حاجة. الجوع قتل الصغار والكبار يا عالم، يا عالم دخيل الله يا عالم. افزعونا يا ناس، كان في مسلمين في الدنيا افزعونا يا عرب.